هي. وملي كنقولوا الواقعيه السيد الوزير كنعرفوا بان الحكومه لا سلطه لها على السحاب، الله يغيثنا، هذا لا نقاش فيه. لكن هذه الواقعيه التي تجعل الاشجار الزيتون تموت واقفه اقليم قلعه سرغنان نموذجا، وتجعل الفلاح المغربي يحمل حزنه وحيدا والغى فرحه العيد، ماشي لان التضحيات ما كانتش، كانت التضحيه ولكن الناس ما فرحاتش، ما فرحاش لان الجفاف خيم واشجار الزيتون تموت. انا بغيت فقط نبقاو اوفياء لمشروع الحسن الثاني الله يرحمه، خليوا السدود للعالم القروي. واش العالم الحضري ودينا ليه السدود والتحليه؟ وعلى الاقل السدود نخليوها للعالم القروي لكي نضمن بقاء عالم يعاني في صمت. حان انا هل شكرا سيد نائب، هل هناك من تعقيبات اضافيه في هذا الموضوع؟ السدود بغيناها للفلاحه، ما يمكنش هاد السدود هذا تكون على حساب الفلاحه ونديهم الماء الصالح للشرب ونخليو الفلاحه، لان الفلاحه وتنعرفوا السيد الوزير اهتمام ديالكم والفلاح هو من اكبر الاهتمامات اللي كاينين. منطقه الغرب ومعروفه بالماء، اليوم منطقه الغرب ما عندهاش الفلاحه الربيعيه، اليوم منطقه الغرب ما عندهاش باش تسقي قصب السكر، ما عندهاش باش تسقي مطيشه، ما عندهاش باش تسقي الذره، ما عندهاش باش تسقي الارز اللي بالمناسبه هذا الارز تنسقيه وتنوليو نرجعوا الماء ديالو للماء للواد. اليوم المنطقه ديال الغرب ما عندهاش باش تشرب الكسيبه ديالها، ما يمكنش المنطقه الغرب اللي معروفه بالماء وتتعطي واحد الاكتفاء ذاتي مهم للفلاحه بالنسبه للمغرب ما عندهاش باش تسقي الفلاحه ديالها. الفلاحه السيد الوزير وتتعرفوها ما يمكنش تسنى، ما يمكنش اللي تنبنيو الطريق. الفلاحه اللي فاتت هذا الاسبوع راه ما بقاش عندنا الفلاحه الربيعيه. بغيناكم هذا الماء الصالح للشرب ما يكونش على حساب الفلاح العالم القاري، راه تيموت السيد الوزير. وشكرا. شكرا سيدنا.